متابعي منبر طنجاوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دوريات رمضانية. اليوم كنتواجدوا في الأدوار النهائية لدوري بنديبان، خليكم مع الأجواء كما كتشوفوا معنا. الدوري رمضان كيقول لك كجميع الاحياء الشعبيه هنا كتعرف شويه ديال المشاكل وشويه الا ما صبرتيش وهذه راه ما غايقول لكش الدوري على ما يرام، فهمتي كيف؟ هذا هو الاشكال اللي كاين، بس ترضي كل شيء ما غاتقدرش، وخا تعمل اللي عملتي ما تقدرش ترضي الجميع، ولهذا الانسان شويه شاهده وشويه شاهده. كل عام انتم كتنظموا هذا الدوري؟ دائما اي مناسبه، عيد العرش، رمضان، في اي مناسبه كنعملوا الدوريات هنايا. اليوم كما شفنا مباريات حاسمه، مباريات ناريه، الاجواء كانت حماسيه، كيفاش كتعيشوها تما؟ الاجواء من اول رمضان وهي عايده، جميع الفرق هنا كما شفتي، جميع الفرق كامله الحمد لله فهمتي راضيه على الدوري، وكنمشي متحمس. لاعبات هنا كتشوف كلشي عجبو الحال، الجمهور كذلك، انت كتشوف كلشي منظم، كلشي الحمد لله، كلشي على ما يرام. دوري في رمضان ماشي بحال الايام عاديه. لا لا، الدوري رمضان عنده واحد النكهه خاصه، لان الانسان كيجي كيضيع ديك الواح. كنعملوا جوج مقابلات قبل الفطور، وجوج مقابلات عندنا 10 وعندنا 11، يعني الانسان كيجي كيتفرج كيضيع الوقت. هذا هو تحاسركم في عندنا 20 فريق. دابا شحال بقى؟ كانوا عندنا خمسة في جروب، أربعة جروبيس، تقصاو أربعة وأهلنا 16، ملي أهلنا 16 بقى اللي خسر طار، اللي خسر طار. هذا هو. كنقول لهم عيدكم مبارك سعيد، وكنتمناو الخير من الجميع، واللي عنده شي رياضي يمشي يمارسها أحسن له من جميع، فهمتي، زول عليه البلية وهادي ويجي يمارس كرة القدم. ومرحبا بالجميع اللي بغى يشارك معنا، ما كنقصيو حتى شي واحد، حنا اللي بغى يشارك معنا مرحبا به. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش كتعيشوا الاجواء ديال الدوريات في شهر رمضان؟ الصراحه كتكون الدوريات واعره وكتكون نديه وقتاليه. هنا كما شفتي في هذا البارديدو هذا، راه حتى اخر دقائق غاتماركاو جوج جول اللي قدرنا نتاهلوا بهم. فضل كيرجع من حسين حتى هو تبارك الله عليه. واش كل عام كتشاركوا في الدوريات؟ كل عام تقريبا. رمضان معروف دابا، رمضان راه كنت مع رمضان كنت عارف الدوريات، كاين الدوريات رمضان. كيفاش كتعيشوا الاجواء ديال الدوريات؟ ضخمه صراحة، بارديدوس مزيانين، كنرشقوا السال. هذا الدوري اللي كتلعبوا فيه بوحديتو ولا كاين شي دوريات اخرى؟ لا كاين الدوريات. شنو الادوار تأهلتوا فيهم دابا؟ كيف؟ يعني يمكن باقي الربع، لاعبين الربع غدا ان شاء الله. لاعبين الربع غدا ان شاء الله، وباقي هذا عاود تأهلنا النصف، وبارح لعبنا في نارد واحد في اهلا. الشعور ديالك البارح حسين فزتي بالدوري، واش باغي تفوز دوريات اخرى؟ هذاك الشيء عادي عندنا، فهمت؟ مسالسي كتفوزوا الارقى. مسالسي كنديو الارقى، فهمت؟ لما تألقتي شنو الشعور ديالك؟ كنتوما كتشاركوا في الدوريات بحال هكذا ديال رمضان؟ صراحه كنقولوها اجواء واعره صراحه، والجمهور بوبليكو وكل شيء صراحه، بارديو كاز مزيان. الله يسهل اليوم، الله يوفقهم، وان شاء الله مسيره موفقه الدري ديالنا محسن. الحمد لله عندي ثلاثه النهايات هنايا، ودابا كنتمنى الرابعه غدا ان شاء الله، عندي واحد المقابله النهايه قبل الاول، لان البارح غلبت ريمونتادا الحد معايا في ضربات الجزاء، والشباب اللي كان نعطيوهم النفس الرياضي باش نعطيو الثمار ديال اتحاد طنجة، ونعطيو الثمار ديال الهواس، ونعطيو الثمار ديال القسم الوطني الثالث، باش كنمثلوا الاجواء ديال الاطفال وديال هذيك، باش كنخلقوا الجو الرياضي هائل في مدينه طنجة. وكنشكر الصحافه وكنشكر الاعلام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.